استاذ عادل رئيس لجنه نظام المراقبه ثالثه اعدادي. استاذ عادل تعالى كده ملخصا. حضر منهم 8239 وتغير منهم 299. النتيجة مفيش نتيجة في نصف العام. في بس بنعمل نسبة أقل من 50% أكثر من 50%. أقل من 50% 1714 أكثر من 50% 6525. 79 يكون 10%. طيب مبروك. هي دي نسخة تانية معلش تذكرني اللي كنت بقول يا فندم، هي نفسها دي بس دي مختصرة، دي وش وظهر، دي ورقة ورقة فرضانية. أوائل ولا حاجة ولا لا الأول مفيش في نهاية العام يا فندم إن شاء الله. من بكرة إن شاء الله بالتظلمات إن شاء الله. اللي هيتظلم هتعلن النتيجة النهاردة إن شاء الله يا فندم، ومن هنديهم أسبوعين للتظلمات بإذن الله حسب القواعد إن شاء الله. العلوم العلوم يا فندم اهي اخر ماده هي 77% هي تمثل رقم 3 من ضمن كل المواد اللي كانوا متقدمين للامتحان. يعني الانجليزي اقل منها اقل منها كمان يا فندم. وفيها على فكره كام طالب جايبين درجه نهائيه؟ في نسبه كبيره جايبه درجه نهائيه ومقفلين. وانا زي ما اكدت معاك يا فندم الامتحان كله في كتاب المدرسه كان كل في نموذج الاجابه للمعلمين اللي كانوا بيصححوا يا فندم يجي لجزئيه الف مكتوب قدامها الإجابة ورقم السطر والصفحة في كتاب المدرسة، مفيش جزئية من خارج كتاب المدرسة. نهائي نهائي يعني ده تأكيد يا فندم للدرجة.